رئيس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصل قضيبية صباح اليوم. وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي: رحب مجلس الوزراء باستمرار تصنيف مملكة البحرين ضمن الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، والذي يعكس موفقية الجهود التي تبذلها الحكومة في محاربة الاتجار بالبشر ونتاجا للتقدم البارز في مجال صون واحترام حقوق الإنسان في مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى، وفعالية الإجراءات والتدابير المتسقة مع المعاهدات الدولية التي تتخذها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر في محاربة مثل هذه الجرائم العابرة للحدود، مثنيا المجلس على جهود اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في متابعة الإجراءات التي تتخذها الأجهزة المعنية في محاربة الاتجار بالبشر، ومنها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ووزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل. بعدها رحب مجلس الوزراء بانعقاد ورشة العمل الاقتصادية السلام من أجل الازدهار والتي تستضيفها مملكة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومؤكدا المجلس حرص مملكة البحرين على المساهمة في كل ما يهيئ الفرص لدعم الاقتصاد الفلسطيني وبناء مستقبل مزدهر للشعب الفلسطيني الشقيق واستفادة دول المنطقة والشرق الأوسط من الفرص الاقتصادية الواعدة التي ستتيحها ورشة العمل الأعلى، وذلك استمرارا للنهج الذي دأبت عليه مملكة البحرين دوما في نصرة القضية الفلسطينية ودعمها لكافة المبادرات التي تعود بالنفع على دول المنطقة وشعوبها. ورحب المجلس بالدول والمنظمات والشركات الإقليمية والدولية المشاركة في هذا التجمع الاقتصادي الهام الذي يسعى إلى تحفيز الاستثمارات والمبادرات الاقتصادية الممكنة مع تحقيق السلام في المنطقة. بعدها تابع سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء آخر الخطوات الممهدة للمراحل التنفيذية لمشروع جسر الملك حمد الذي يربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وموجها سموه إلى الإسراع في إتمام المراحل الفنية والهندسية والإجراءات الخاصة بمناقصات المشروع، ومنها تعيين المستشار الرئيس لمشروع الجسر، وذلك في ضوء العرض الذي قدمه سعادة وزير المواصلات والاتصالات بهذا الخصوص. بعدها جدد مجلس الوزراء إدانته واستنكاره للصور العديدة للإرهاب الحوثي في استهداف المدنيين والأبرياء، ومنها تكرار الاعتداء الإرهابي على مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما يمثله ذلك من انتهاك للقانون الدولي وتهديد للأمن والاستقرار. ومؤكدا المجلس على ضرورة أن يطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لحماية الأبرياء والمدنيين من مثل هذه الاعتداءات الإرهابية، معبرا المجلس عن مساندة مملكة البحرين ووقوفها التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها. بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات التالية: أولا، حرصا على دفع أجور العمال في أوقاتها صونا لحقوقهم وتعزيزا للثقة بين أطراف الإنتاج، فقد وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات لتطوير نظام حماية الأجور للعاملين بالقطاع الخاص في مملكة البحرين، يسدد بموجبها أصحاب العمل أجور العاملين لديهم من خلال البنوك والمصارف المرخص لها من مصرف البحرين المركزي، وذلك تحت إشراف هيئة تنظيم سوق العمل وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية في هيئة تنظيم سوق العمل تكفل الرقابة على التزام صاحب العمل بسداد أجور العاملين لديه، ويمكن استخدامها في أي منازعات قضائية حول دفع الأجور في أوقاتها المقررة. وكلف المجلس سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بإصدار هذه القرارات لتحديد المراحل والإجراءات التنفيذية اللازمة، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
ثانيا، حال مجلس الوزراء إلى اللجنة التنسيقية مشروع قانون بتعديل المادة 8 من قانون الميزانية العامة، بحيث يجعل الميزانية العامة أكثر استجابة لإدماج احتياجات المرأة في برامج التنمية، ضمانا لمبدأ العدالة وتكامل الفرص وتوجيه الموارد المتاحة، بما يحقق المشاركة والعدالة بين كلا الجنسين. وذلك في ضوء دراسة المجلس للتوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة. ثالثا، حال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية مذكرة معالي وزير الخارجية بخصوص توقيع مملكة البحرين وتصديقها على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. رابعا، وافق مجلس الوزراء على البيانات المالية لحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر 2018 والمدققة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، والتي عرضها معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، وقرر المجلس إحالتها إلى مجلس النواب. ويظهر الحساب الختامي لحساب احتياطي الأجيال القادمة أن أصوله قد نمت بنسبة 41% على مدار السنوات الأربعة الأخيرة ليصبح 782 مليون دولار، فيما سجل العائد التراكمي على الاستثمار في الصندوق عائدا تراكميا بنسبة 20% على مدى السنوات الخمس الأخيرة. خامسا، وافق مجلس الوزراء على مشاركة مملكة البحرين في المنتدى السياسي رفيع المستوى والمعني بالتنمية المستدامة والتابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والمقرر عقده في شهر يوليو المقبل، وذلك في ضوء المذكرة التي عرضها سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء. وقرر المجلس أن يكون الوفد المشارك في أعمال المنتدى المذكور برئاسة سعادة وزير الإسكان وعضوية ممثلين عن اللجنة الوطنية للمعلومات ووزارة الخارجية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. سادسا، حال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية مذكرة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن المشتريات الحكومية في مملكة البحرين. سابعا، وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة بتفعيل قرار منح ساعتي راحة للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى شخصا ذا إعاقة باعتباره متحققا على أرض الواقع، وذلك بعد صدور القرار رقم 80 لسنة 2018 بشأن شروط وضوابط منح الساعتين وتحديد الآليات اللازمة، عبر قيام الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية بوضع القرار موضع التنفيذ الفعلي. ثامنا، أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب رد الحكومة على اقتراحين برغبة مقدمين من مجلس النواب. الأول بشأن برنامج دعم 100 شركة عربية ناشئة الذي أعلن عنه مجلس التنمية الاقتصادية، والثاني بشأن إنشاء محطة مركزية للنقل البري تعمل بطريقة المطارات للتنقل بين الدول. وفي بند التقارير الوزارية، فقد اطلع المجلس على نتائج أعمال الدورة الرقم 8% لمؤتمر العمل الدولي التي عرضها سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية. وضمن هذا السياق، فقد أشاد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بالإنجاز الذي حققته مملكة البحرين على صعيد تعاونها مع منظمة العمل الدولية في كافة المواضيع ذات العلاقة بمملكة البحرين، والتي كانت تصب في دعم جهود الحكومة في الشأن العمالي وتعزيز العلاقة بين أطراف الإنتاج. إلى ذلك، فقد اطلع مجلس الوزراء على نتائج مشاركة سعادة وزير المواصلات والاتصالات بمعرض طيران لبرجي الدولي، بينما أخذ المجلس علما بنتائج اجتماع الدورة 10% لاجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، وذلك من خلال التقرير المرفوع لهذا الغرض من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.